الإيراني الراهن كما نراه مزعزع جدا بسبب المظاهرات المستمرة منذ شهور والتي يقودها جيل جديد. وأعتقد أن هنا أيضا هناك انتقال للأجيال وهو أمر يجب أخذه في الحسبان. بشكل عام رغبة فرنسا دائما وأبدا كانت القول إن إيران موجودة، هي موجودة في المنطقة ويجب أن يكون لديها مكانة أو مكان يمكن أن يتم التشاور بشأنه مع الدول المجاورة. نحن كنا مهتمين بأن إيران عبر ربما وساطات أو مثل حزب الله أو الحوثيين يحاول التموقع في مناطق أخرى لحماية نفسه، وكذلك زعزعت بلدان الإقليم. هذا أمر غير مقبول. عملنا مرارا بأن يندمج الإيرانيون في المجتمع الدولي وأكدوا على ذلك، ولكن ربما يحتاجون لمكانهم المناسب، ومع مراعاة بأن الجمهورية الإسلامية تريد أن تتمدد، وهذا أيضا عنصر يجب أخذه في موازين القوة التي نريدها. ولكن الفكرة هي أن يتم تجنب، وكان هذا هو هدف الاتفاق النووي الذي للأسف انسحب منه الأمريكيون. إذن الهدف هو منح إيران مكانة أو مكانتها، وأن تبقى إيران عند مستوى معين في المجال النووي، وأن تستفيد من الاستثمارات ثم تندمج في المجتمع الدولي.